بترفع رأسك من السجود لتجلس بين السجدتين، حين بعض الناس ربما لا يعرف ماذا يقول، والبعض الآخر ربما يكرر دعاء رب اغفر لي رب اغفر لي، هو الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رب اغفر لي رب اغفر لي. لكن في دعاء آخر أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين مهم، وينبغي علينا أيضا أن نحفظه. شوف كم دعاء كده، دعاء الركوع ده مهم ينبغي علينا أن نحفظه. اللهم لك ركعت ولك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الدعاء اللي هو في السجود، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وسره وعلانيته. والدعاء اللي هو بين السجدتين هذا بيقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. يعني في أمور كده بيطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في كل جلسة بين السجدتين من الله سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني. ففي لفظ يقول في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني. اجبرني يعني من الجبر، يقول لك ده جبر بخاطره. فكأن الله سبحانه وتعالى، أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجبر بخاطرك في كل شأن من شؤون، سواء الدنيا أو الآخرة. اجبرني في الدنيا واجبرني في الآخرة. وكأن الإنسان في هذه الحياة مع أزماتها وتوتراتها وضغوطها يتعرض دائما للانكسار مع كثرة الضغوط في الحياة، ومع ذلك أنت حينما تأتي الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الجبر يرممك الله سبحانه وتعالى مرة، يعيد الله سبحانه وتعالى ترميمك مرة أخرى. زي كنت تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وإيه واجبرني. ولما تقول وعافني، يعني بتطلب من الله سبحانه وتعالى العافية، سواء العافية في الدين أو العافية في الدنيا أو العافية في الإيه في الآخرة. شوف المعاني الجليلة في هذه الألفاظ، ولذلك كما قلنا ينبغي علينا أن احنا إيه نحفظها.